من قالوا هنا. في البيان انه قالوا انه الاختبار لم ينجح، لا يمكن قراءة اي نتائج لعدم صلاحية العينات المرسلة بنفس الرقم الارسالية، وبهذا يلا يتضح ان الكلام ده النتيجة لم تظهر اصلا ولم تجري يلا. الاختبارات على العين التي تم ارسالها. طيب ومن هنا طيب يبدو التساؤل، كيف استطاعت الدكتورة مرمر عبد الرحمن مخاطبة مدير عام وقاية النباتات بنتيجة لم تظهر اصلا بعد فشل طيب العينات؟ ده السؤال طيب التركينا. طيب يلا الكلام الداير بين الايميل الظهر ده، انا اشكك فيه تماما، تشكك فيه؟ لانه دكتور اشكك في الايميل الظهر اللي قال الكلام ده. اول حاجه من ناحيه علميه، ناس مكروجين ما بيرسلوا للدكتوره مرمر ايميل زي ده بعد نهايه الفتره بتاعت الشغل. يعني هم لو عندهم شك في السيكونسينج ما بيرسلوا لها سيكونس، بيقولوا لها احنا فشلنا فما بيرسلوا سيكونسينج. فانت لما تقول انه النتيجه ارسلتها دكتوره مرمر للمدير العام لغايه النباتات، معناها هي اختلغتها من نفسها، معناها انت شككت في قدراتها، معناها انت اتهمتها اتهام انها عملت تشيتنج للنتيجه. هم غش رسلوا، غش، عمل والمشكله الخداع. انهم المشكله انه الدوكيمنت الموجوده مرسلين ناس المكروجين نوري عامله كابشر او عامله سكرين شوت للاكونت بتاعها، انهم مرسلين لها سيكونسنج لست عينات، مرسلين لها سيكونسنج او تقريبا ل 12 عينه. ال 12 عينه اي واحده انت بتشيل السيكونسنج ده وبتدخله لحاجه لبرنامج امريكي اسمه جين بانك، بتدخله وبعد ذاك هو البرنامج ده هو اللي بيحدد لك انه ده بيشبه شنو. طيب بيديك اكثر من 400 500 نوع بيشبه الحاجه دي، حتى لو في تشابه بتاع حرف واحد للناس اللي بيفهموا الاحياء الجزيئيه. السيكونسنج عباره عن تسلسل للحروف المكونه للنيوكليوتيدات، المكونه للدي ان اي، المكونه في النهايه للكروموسومات للحاجه المعينه بتاعت اللي انت رسلت لها تشوفها. طيب فشنو التسلسل بتاع الحروف ده؟ يعني ممكن يشابه انت في كل ترفضي الاحوال، هذا لانه اي الاتهام؟ دول ناهيك. عنده الحروف دي، فلما يبقى متسلسل مثلا في 4 حروف بيقوم بيشبه حاجه ثانيه، بيجيب لك اي حاجه ريليتد ليها.